فنان قدير له ضحكة مميزة وصوت أجش كان طريقه لقلوب المشاهدين، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة، واستطاع أن يلفت الأنظار بحضوره المختلف وموهبته الفذة. ورغم دخوله عالم الفن في سن متأخرة، إلا أنه نجح في الاستحواذ على قلوب المشاهدين بسهولة بأدواره الكوميدية والإنسانية. إنه الفنان الراحل يوسف داوود الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته.